السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة لله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في عيل متخلف عقليا كان عامل فيديو بيتكلم فيه عن طلاق النبي صلى الله عليه وسلم لسودة بنت زمعة رضي الله عنها، فده يعني ايه رد بسيط كده على هذا الكذاب الأشر، وهنثبت لكم جهله بالإسلام تماما في هذا الفيديو بإذن الله تعالى، وهنثبت لكم كذلك تدليسه في هذا الفيديو. والفيديو ده إهداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم والأخ الحبيب أبي مريم. طيب، في الصورة رقم واحد أمامنا الآن على الشاشة، جايب من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله فصل في أزواجه صلى الله عليه وسلم، كاتب تحت عنوان سودة: ثم تزوج بعد موتها، أي بعد موت خديجة رضي الله عنها، ثم تزوج بعد موتها بأيام سودة بنت زمعة القرشية، وهي التي وهبت يومها لعائشة. أولا، مسألة الأيام ليس عليها دليل من السنة فيما أعلم، إنما هو اجتهاد من ابن القيم رحمه الله، لكن أنا إلى الآن لم أقف على دليل يقول بذلك. طبعا تجدر بنا الإشارة إن حتى لو ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج السيدة سودة رضي الله عنها بعد موت السيدة خديجة رضي الله عنها بأيام، هذا لا يضرنا في شيء، يعني قد ثبتت لدينا نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يضرنا جهل الجهال. لكن الرواية الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج السيدة سودة بنت زمعة بعد موت السيدة خديجة رضي الله عنها بحوالي سنتين أو نحو ذلك. وبإذن الله سبحانه وتعالى هنثبت كل هذا الكلام بالدليل. هنفتح الآن بإذن الله كتاب مسند الإمام أحمد بن حنبل، طبعة الرسالة، الجزء 42، صفحة رقم 501، حديث رقم 25769. بيقول: لما هلكت خديجة جاءت خولة بنت حكيم قالت: يا رسول الله، ألا تتزوج؟ قال: من؟ قالت: إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا. قال: فمن البكر؟ قالت: ابنة أحب خلق الله عز وجل إليك، عائشة بنت أبي بكر. قال: ومن الثيب؟ قالت: سودة بنت زمعة، آمنت بك واتبعتك على ما تقول. قال: فاذهبي فاذكريهما علي. طبعا اللي عايز يقرأ باقي الرواية يوقف الفيديو ويقرأها براحته، لكن عشان الوقت الفيديو ما يضيعش في قراءة الرواية. الشاهد ان السيدة خولة بنت حكيم ذهبت الى ابي بكر الصديق وذكرت ذلك، وبعد نقاش بينهما كما في الرواية وافق أبو بكر على زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة. سيدنا أبو بكر الصديق قال لخولة: ادعي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعته فزوجها إياه وعائشة يومئذ بنت 6 سنين. سيدة عائشة يوم ما حدث هذا الكلام كانت بنت 6 سنين. ثم خرجت فدخلت على سودة بنت زمعة فقالت: ماذا أدخل الله عز وجل عليك من الخير والبركة؟ قالت: وما ذاك؟ قالت: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطبك عليه. قالت: وددت، يا ريت ادخلي إلى أبي فاذكري ذلك له. طبعا دخلت السيدة خولة بنت حكيم إلى زمعة أبي السيدة سودة رضي الله عنها وذكرت له ذلك. قالت: أرسلني محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم سيدي أبو القاسم، أرسلني محمد صلى الله عليه وسلم أخطب عليه سودة. قال: كفء كريم. طيب ماذا تقول صاحبتك سيدة سودة؟ بتقول إيه؟ قالت: تحب ذاك. قال: ادعوها لي. فدعتها فقال: أي بنية، إن هذه تزعم أن محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب قد أرسل يخطبك، وهو كفء كريم. ده رجل كافر بيتكلم على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كفء كريم، أتحبين أن أزوجك به؟ قالت: نعم. قال: ادعيه لي. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجها إياه. الشاهد عندنا إن هذا الحدث حدث والسيدة عائشة تبلغ من العمر 6 سنوات. وهذا الحديث الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيقه على المسند قال إسناده حسن، وتحت في الحواشي بيقول وأشار إلى اتصاله الحافظ في أطراف المسند وحسن إسناده. وهنفتح كتاب السيرة النبوية للحافظ شمس الدين الذهبي، متوفى سنة 748 هجرية، صفحة رقم 183. بيقول للحافظ نفس الرواية بتاعتنا نحن بنتكلم فيها، زواجه صلى الله عليه وسلم بعائشة وسودة أمي المؤمنين، في آخر الرواية خالص
صفحة رقم 184، الحافظ شمس الدين الذهبي قال إسناده حسن. قبل ما نكمل بإذن الله لازم أفكركم بالرواية، وهي بتقول إن لما حصل هذا الكلام كانت السيدة عائشة يومئذ بنت 6 سنين. الصاعقة الكبرى اللي هتنزل على رأس النصران الآن ومن صحيح البخاري، وهيتبين لنا كذب هذا المدعي الأفاك الذي لا يعرف شيئا عن كيفية البحث العلمي. نفتح صحيح البخاري، طبع الدار ابن كثير، دمشق بيروت، باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وقدومها المدينة وبنائه بها، حديث رقم 3896، بيقول توفيت خديجة قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة 3 سنين، فلبث 2 سنين أو قريبا من ذلك، ونكح عائشة وهي بنت 6 سنين، ثم بنى بها وهي بنت 9 سنين. بنى بها أي دخل بها، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها وهي بنت 6 سنين، ودخل بها أي بنى بها وهي بنت 9 سنين. يبقى بين وفاة السيدة خديجة رضي الله عنها وزواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة سودة بنت زمع والسيدة عائشة بنت الصديق رضي الله عنها 2 سنين أو قريبا من ذلك كما قالت الرواية. يبقى مش أيام، مش أيام كما قال هذا الكذاب الأشر، الرواية بتقول 2 سنين أو قريبا من ذلك، حوالي 2 سنين، والكذاب الأشر ها بيقول إن هم شوية أيام. طبعا حتى لا يقول بعد سماعه لهذا الفيديو ان انا بنسب الكذب لإمام ابن القيم، لا ابدا معاذ الله، لكن انا برد على هذا الكذاب الاشر الذي ينقل بدون بحث علمي لمجرد ان الكلام على هواه ويخدم مصلحته. اما امامنا ابن القيم رحمه الله فقد اجتهد فجزاه الله عن الاسلام والمسلمين خير الجزاء. كده الكذبة الاولى ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج السيدة سودة بعد موت السيدة خديجة بأيام، وتبين لكم بالصور والمراجع التي عرضناها أمام حضراتكم. طيب الكذبة الثانية كده سريعا بإذن الله تعالى، بيقول إن الكلام اللي قاله الشيخ في الفيديو هو ده الحقيقة الموجودة بالمراجع الإسلامية، وهي إن الفرق هو حجرة نومها وما يحدث بها. طبعا كل الروايات التي تكأ عليها هذان الشيخان روايات ضعيفة، وهنثبت الكلام ده الآن بالمراجع. بيقول بقى إيه حديث عائشة، استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتقدم الجمع إلى منى، وكانت امرأة ثقيلة ثبطة فأذن لها. أولا هو عزى هذا الحديث للطبقات الكبرى لابن سعد، والأولى أنه يقول أنه موجود في صحيح البخاري ومسلم. نعم السيدة سودة كانت كبيرة وثقيلة ثبطة ولا تستطيع أن تتحرك بسهولة. الرواية في صحيح مسلم بتبين ما معنى هذا الكلام، وهذه الرواية أيضا تنسف كذب ادعاء هذا الكذاب الأشر. رواية في صحيح مسلم أمامنا الآن عن أم المؤمنين عائشة قالت وددت أني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة، فأصلي الصبح بمنى فأرمي الجمرة قبل أن يأتي الناس. فقيل لعائشة فكانت سودة استأذنته؟ قالت نعم، إنها كانت امرأة ثقيلة ثبطة فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لها. السيدة سودة لأنها كبيرة في السن أرادت أن ترمي الجمرة مبكرا حتى لا يراها الناس، والسيدة عائشة كانت عايزة